نحن هنا بحي صفصاف 3 بإدارة مفتاح في ولاية البليدة، منطقة تصنف ضمن نقاط الظل، يعاني قاطنوها من انعدام مياه الشرب، وضع يزداد صعوبة مع اشتداد حرارة الصيف وتفشي جائحة كورونا في المنطقة. احنا سكان حي صفصاف 3 تحت مستشفى مفتاح، مصنفين في منطقة الظل. كاين حوالي 50 ساكن راهم ساكنين بولادهم بعويلهم، وكاين اخرين مازالوا ما سكنوش. كاين انعدام نتاع الماء، ما عندناش الماء خلاص، ما عندناش الكهرباء، ما عندناش الغاز. نطلبوا من السلطات الوصيه باش تعاوننا من ناحيه الماء والتريسيتي والغاز. الجزائريه للمياه في توضيحها لنا ارجعت سبب المعضله الى مشاكل تنظيميه لم تعرف الحل منذ سنوات. فيما يخص انعدام المياه بحي صفصاف رقم 3، هذا المشكل راجع إلى عدم وجود شبكة توزيع المياه الحي، لذلك تم توجيه السكان إلى مصالح البلدية لتسوية الوضعية الإدارية ودراسة الوضع وحل المشكل في أقرب وقت إن شاء الله. استقبلنا رئيس المجلس الولائي. حي صفصاف 3 يبقى ينتظر تحرك المسؤولين لربطه بشبكة توزيع المياه، خاصة وأنه لا يبعد إلى بضعة أمتار عن مستشفى مفتاح الذي يشهد توافد عدد من المصابين بكوفيد 19.